رغم الصعوبات التي اعترضت طريق آلاف النازحين خلال تواجدهم على الأراضي الأوكرانية تزامنا مع الاجتياح الروسي الذي لا يزال متواصلا، استطاع مئات الطلبة الجزائريين اجتياز المعابر الحدودية لأوكرانيا بسلام. درنا 4 سوايع على الطريق هكذا باش لحقنا الحدود. كي لحقنا الحدود لقينا باللي غشي عظيم، درنا لاشان تاع 15 ساعة باش وصلنا الحدود بولونيا، وين عبرنا الباب كشاونا على الباسبور وكامل. بالنسبة للمعاملة تاع الأوكرانيين كانت طبيعية جدا، يعني ما فرقوناش زعما بين جزائريين وأوكرانيين. لحقنا لبولندا كشاونا على الباسبور وقالوا لنا مرحبا بكم، ويلكم تو بولند، وتهلاو فينا. يعني الحمد لله وفرونا كما نقولوا ملاجئ نريحوا فيها نباتوا فيها، وفرونا الماكلة الماء، فهمونا في كل شهر. بعد كي لحقت انا بولونيا عطاو لي ورقة طلب لجوء، قالوا لي بهذه الورقة تقدر دير بها طلب لجوء ولا ترجع لبلادك الجزائر ولا كيما تحب. انا ديسيديت نروح لفرنسا. مئات الطلبة الجزائريين بالجامعات الأوكرانية كانت وجهتهم الأولى بولندا، أين فتحت السفارة الجزائرية لهم أبوابها بكثير من التسهيلات. أول ما كانت وجهنا له والأقرب كان هي بولندا، وكي دخلنا بولندا بنجاح وبعد صعوبات كبيرة، أول ما كانت وجهنا له كان العاصمة، لأن العاصمة بها السفارة تاعنا، والسفارة تاعنا استقبلتنا بكل حرارة، استقبلتنا بطاقة إيجابية، استقبلتنا بحفاوة، ما زادتش علينا على بريسيون، خلتنا نحسوا بلي راهم هنا، بلي كاين جزائر في بولندا، بلي كاين بلاصة كي ندخلوا لها نحسوا أننا في الجزائر ومحميين. والقنصل وكل الفريق تاعه كانوا في غاية اللطافة، وخلاونا نحسوا بالامان مره اخرى في بلد اجنبي، وان شاء الله ينجم نقدم خدمات كيما هكا الباقي الطلاب اللي غادي يجوا مرانا ولا كل شخص جزائري. هذا ويتواجد ما لا يقل عن 700 طالب جزائري يدرسون في مختلف الكليات في اوكرانيا، وخاصه في المدينتين الجامعيتين بكييف واوديسا.